بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نبدأ محاضرتنا أو الوركشوب تبعنا في pre-processing steps للdiffusion data، وكيف نتعامل مع الداتا باستخدام البرامج المختلفة، و النقاط المهمة اللي يجب علينا جميعا أن ننتبه لها ونتفادى بعض الأخطاء اللي ممكن نقع فيها بالخطأ. وأيضا بعد ذلك إن شاء الله حنتطرق للـ DTI Analysis للـ Diffusion Tensor Imaging، ونشرح واحد من أبسط البرامج وأسهلها وأسرعها في التحليل للداتا. الشغل حيكون شوية في pre-processing، لكن إن شاء الله أني وفقت في أني أوصل هذا الـ steps بأسهل طريقة وأوضح طريقة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الـ Fusion Weighted Image والـ DTI يعتبران وجهان لعملة واحدة. الـ Diffusion Weighted Image هي عبارة عن قياس الووتر موفمنت أو الووتر موشن within a voxel of tissue، داخل الفوكسلز للMRI image، وأيضا تحتوي each voxel على intensity value اللي represent a rate of water diffusion. بخلاف DTI هو عبارة عن specific type of modeling of diffusion weighted images based on the theory of that water molecules diffuse differently within different type of tissue. طيب، في النقطة هذه نحب أوضح شيء مهم، والسبب إني حطيت السلايد هذا إنه فيه لبس أو فيه خلط ما بين الـ DWI والـ DTI. الـ DWI زي ما قلنا هنا إنه الـ value حقت داخل الفوكسز للووتر موفمنت، بخلاف الـ DTI هو تحليل هذه الـ value. طيب، النقطة الأساسية هنا، هل يوجد أكثر من برنامج لتحليل الـ DTI؟ الإجابة نعم. هل كل البرامج هذه تعطي نتائج مختلفة؟ الإجابة نعم. سبب الاختلاف هذا هو الموديلينج أو الفيتينج للبرامج أو الالغوريثمز المستخدمة لتحليل الداتا، باختلاف كل، خلينا نقول كل جروب أو كل مجموعة بحثية يعتمدون على قراءات معينة لحركة الووتر داخل التيشو. ففي بعض الجروبات مثلا تأخذ بقول أنه الحركة في التيشو الفلاني في البرين يختلف عن حركة التيشو في السباينال كورد، يختلف عن، فلهذا السبب راح نلقى أو راح نجد في الـ في السوفتويرز أو في الماركت مجموعة برامج للتحليل. فممكن نلقى الـ Diffusion Toolkit للـ Spinal Cord بخلاف Diffusion Toolkit للـ Brain. فهذا هو سبب الاختلاف. الأهم نقطة أنه لما نشتغل على إحدى البرامج we should stuck with that program until we finish the whole process، الـ process كامل، عشان نضمن أنه يكون الـ result consistent. لما ننتقل للسلايد هذا نلاحظ الـ at the top عندنا صورة مايكروسكوب لـ axons زي ما احنا شايفين اللون البرتقالي اللي هو axons، والمادة المحيطة بالaxons اللي هي الأعصاب، البرتقالي هي الأعصاب، والمادة المحيطة هي المايلين اللي هي الغشاء اللي يساعد على حماية الaxons، بالإضافة إلى تسريع النبضات العصبية لانتقالها. طبعا لو نلاحظ انه قياس الديفيوجن راح يعتمد على حاجتين: الريستريكشن الموجود من الاطراف المايلين او الاكسونز اتسلف، وايضا حيكون عندنا جزء من الووتر حيكون freely diffused along the axon. ف
فكمية الريستريكشن هذه يستطيع الMRI أو الديفيوجن ويتد إيمج التقاط الفاليوز لكل فوكسل للريستريكشن تبعها، ويكون شكل الريستريكشن زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. فالمنطقة اللي في اليسار هنا حتكون الفنتريكلز واللي هي غالبا مليئة بالسي اس اف اللي هو فلويد. فلما تصور لما نصور بالMRI أو بالديفيوجن سنسيتايزد بروتوكول حنلاحظ انه المنطقة هذه تعتبر free diffusion مقارنة بالوايت متر في المنطقة المقابلة في الجهة الأخرى اليمين اللي هو restricted. فالMRI راح يحتسب أو راح يحسب أو يرسم الشكل بناء على هذا restriction as we can see here. The top هنا حيكون اللي هو isotropic اللي هي sphere، بخلاف في المنطقة اللي فيها restriction كل ما زاد restriction كل ما تحول الشكل من الكرة أو السفير إلى الإليبسويد شيب، الشكل اللي إحنا شايفينه هنا زي الكرة القدم الأمريكية. كل ما زاد الريستريكشن كل ما زاد استطالة هذا الشكل. فعندنا في الدي تي آي، طبعا هذه نبذة سريعة، أنا ما أبغى أدخل في الفيزيكس لكن حاطي نبذة سريعة عشان نفهم الموضوع في السلايدات اللي قدام إن شاء الله. زي ما إحنا شايفين الشكل اللي في اليمين في مجموعة ثلاثة أسهم، الأحمر والأخضر والأزرق. الأحمر يعتبر اللي هو الإيجن فاليو 1، الإيجن فاليو 1 اللي هو يحسب لنا الأكسيال ديفيسيفيتي، بخلاف الإيجن فاليو 2 and 3 يستطيعون أنهم يحسبوا لنا الراديال ديفيسيفيتي، الأفريج لكل الإيجن فاليوز حتعطينا المين ديفيسيفيتي. طبعا هذه الإيجن فيكتورز اللي حنتكلم عنها، وهي في السلايدات اللي قدام إن شاء الله أو في التحليل راح نفهم كيف كل عنصر وإيش راح يكون الأوتبوت حقه في الإيمج. الأوتبوت الأخير اللي هو الفراكشنال أنيزوتروبي اللي هو يعطينا الديجري أوف كونكتيفيتي أو الديجري حقة الأنيزوتروبي للفوكسل، وهي range from 0 to 1، بحيث أنه 0 isotropic اللي هو يعتبر freely diffused، و 1 اللي هو highly anisotropic. طبعا إيش الهدف من DTI؟ طبعا DTI يعتبر أنه gold standard لتحليل diffusion data، ويعتبر الماركر في disease progression لبعض الأمراض وليس لكلها. في الوضع اللي شايفينه الآن عندنا different scenarios. السيناريو A intact healthy neuron cells، في عندنا axons healthy، myelin sheath healthy. ففي هذه الحالة لما نحسب diffusion أو نحسب DTI بالأصح هيعطينا الellipsoid shape اللي احنا شايفينه الآن. في حالة انه في السيناريو B كان عندنا اللهم صل على محمد الـ injured axons، لكن المايلين ايضا injured في نفس الوقت، حيكون عندنا تغير في الريستريكشن مما يؤدي الى انه يكون في decrease في الاكسيال ديفيزيفيتي اللي بالطول، فيبدا يقل حجم السفير او الليبسويد شيب، ويكون في انكريز ايضا بالمقابل في الراديال ديفيسيفيتي. فننتهي المطاف بنا في الشكل تغير عن الريستريكشن تبع الهيلثي تيشو. في السيناريو الاخر اللي بعده اللي هو انفلتريشن للديفرنت تايب اوف تيشوز، سواء اميون سيلز او بكتيريا او فورين بودي، في هذه الحاله الريستريكشن عندنا حيقل اللي هو الراديال ديفيزيفيتي بسبب وجود هذه التيشو او الفورين بوديز في نفس الفوكسل. الحاله دي اللي هو حيكون فيه دامج توتال دامج للاكسونز والمايلين، ففي هذه الحاله حيزيد الفري ووتر اللي موجود، وحيكون عندنا المور فريلي ديفيوزد فاليوز داخل الفوكسلز، بالمقابل لو كان موجود ايضا عندنا الفورين بوديز او الاميون سيلز حتقل الديفيسيفيتي بسبب انه ريستريكشن حيزيد.
ندخل الآن في pre-processing steps. أول خطوة لازم نعتمدها اللي هو preparing the data. لازم نجهز الداتا تبعنا. لكل DTI يجب أن يكون فيه 4 ملفات. غير الأربع ملفات هذه لا نستطيع تحليل DTI. فالملف الأول اللي هو صورة DWI ويجب أن تكون بصيغة نفتي أو .NII. طبعا النفتي هي اختصار للنيورو ايميجينج انفورماتيك تكنولوجي انيشيتيف، صيغه من الصيغ المستخدمه اللي تساعدنا على اننا نستخدم الداتا للريدنج ورايتنج في نفس الوقت، بخلاف الدايكوم اللي يكون هو المخرج من جهاز الام ار اي. الدايكوم غالبا ريدنج فقط ولا نستطيع نحلل فيها ونستخدم الرايتنج. بالإضافة لصورة الدي دبليو آي نحتاج إنه نعمل ماسك على الصورة على أساس نحدد الريجن اللي نبغى نحللها، بلس البي فاليوز والبي فيكتورز تكون بصيغة تكست فايل. أهمية البي فاليوز أو ما هي البي فاليوز بالأصح هي القيم اللي استخدمت في التصوير. هتكون غالبا عندنا مجموعة صور بي زيرو قيمتها زيرو، ومجموعة أخرى إما البي فاليو حقتها 1000 أو 2000 أو 3000، أو يكون عندنا ملتي شيل اللي هو 2 بي فاليوز أو 3 بي فاليوز. على سبيل المثال البي فاليو بصفر اللي هو الصورة بدون سنسيتايزيشن للديفيوجن جريدينت، و 1000 و 2000 3000 مثلا. عندنا بي فيكتورز هي الاتجاهات التي تم التصوير فيها البروتوكول. ف عشان نطلع الـ DTI سوري عشان نطلع الـ ADC نحتاج minimum 6 directions. عشان نبدأ نطلع الـ AD والـ RD والـ MD وأيضا الـ FA نحتاج more directions. الـ ADC يحتاج 3 directions وأعلى من 6 directions عشان نستطيع نحصل على الـ FA والـ AD والـ RD والـ MD. في حالة نبغى نزود الـ accuracy نتأكد أن الداتا تمام عندنا نحتاج more directions. كل ما زاد directions كل ما كان أفضل. طبعاً البي فيكتورز زي ما قلنا تحتوي على الdirections اللي هي الx والy والz coordinates أو الأحداثيات تبع الMRI space. من ضمن البرامج اللي راح نستخدمها بإذن الله برنامج الOSIRIX. البرنامج هذا غالباً حنستخدمه فقط للvisualization وتحويل الداتا إلى DICOM. ما ممكن يجي تساؤل انه الداتا اوريدي ان دايكوم، هي فعلا ان دايكوم لكنها لا تقرا الا ببرامج المستشفيات. هذا من خبرتي انا ومن اللي جربته مع الداتا اللي تجي من المستشفى. الداتا اللي تجي صيغه لا نستطيع قراءتها. وجدت البرنامج هذا طبعا هو فري، في نسخه اللايت هي الفري، في نسخه ثانيه اتوقع ب $70 الشهر كسبسكريبشن. البرنامج سهل جدا وحنمر ان شاء الله عليه بعد شوي كيف نحول الداتا، كيف نسوي لها امبورت واكسبورت. البرنامج الثاني اللي هو المايباث. مايباث نستخدمه في تحويل الداتا من صيغه الدايكوم الى نفتي او اي صيغه اخرى. طبعا ليس البرنامج الوحيد، في برامج ثانيه زي دايكوم تو نفتي، فيه برامج كثيره لا حصر لها، لكن البرنامج هذا يعتبر open source free license. وبالمقابل من تجربة شخصية البرنامج يعني بخلاف الدايكوم تو نفتي ما يغير لنا في الكوردينيتس الx y z تبع الداتا. في حالة انها تغيرت لازم نعرف ايش الاحداثيات الجديدة ونعدل عليها البي فيكتور فايل. في حالة المايباث ريحنا من الشغل هذه، نحول الداتا هتبقى البي فيكتورز نفس البي فيكتورز اللي تم تجميعها او تم اخذها من جهاز الامراي. البرنامج اللي بعده اللي هو الاي تي كي سناب. الاي تي كي سناب حيساعدنا في السيجمنتيشن، وهو من اقوى البرامج لتحديد الريجن اوف انترست او استخدام مثلا الفري بابل عشان تمشي في نفس الفوليوم وتعطينا الريجن اللي نبغاها بالضبط، وحنمر عليه ان شاء الله بعد شوي. عندنا طبعا ليس الاي تي كي سناب هو الوحيد، في برامج اخرى لفصل ايضا يستطيع يسوي لنا الريجن اوف انترست وهلا مجرد، بس اي تي كي سناب من افضلها واسهلها.
MR Trix 3 والFSL هي البرامج اللي راح نستخدمها إن شاء الله لتحليل الداتا. فالpre-processing steps اللي راح نمر عليها إن شاء الله، أول خطوة وأهم خطوة ودائما نتفاداها أو ننساها أو نتجاهلها اللي هو check and prepare the data. طبعا نحتاج دائما إنه نشيك على الداتا، نشيك على الصور، هل فيه something wrong، نتأكد من إنه الداتا أو الفوليومز مرتبة ترتيب صحيح ويكون البي فاليوز والبي فيكتورز ماتشنج لنفس ترتيب الصور. ما في أفضل من النيكيد آي، إنه بالعين المجردة نشوف الصور كيف شكلها، إيش اللي جالس يصير فيها. طبعاً باستخدام برنامج FSL، أو عندنا برامج كثيرة جداً من ضمنها FSL View أو FSL Eye، معليش FSL View النسخة القديمة، FSL Eyes أو MR View. هذه البرامجين اللي نستطيع فيها رؤية الداتا ونعدل في الكونتراست تبعها ونشوف كل حاجة أمامنا. في حالة إذا أحد إنه إكسبرت زيادة، FSL Info، MR Info هيعطينا more details عن الهيدر تبع الإيمج. لما أنا أقول هيدر اللي هو بيانات الصورة نفسها، اللي هو الكوردينتس، أو خلينا نقول الX والY والزد، أو بالأصح عدد الصور في كل سلايس، أو عدد الفوكسل في كل سلايس والفوكسل سايز وهلو مجرى. طبعا النقطة الأولى لو حنبدأ فيها الآن، حناخذها نقطة نقطة. الستيب 1 ندخل فيها براكتيكال، نرجع للستيب 2، نرجع للستيب 3 و4 وهلو مجرى. بداية راح نبدأ ببرنامج سايركس. فلما نروح للبرنامج عشان نسحب الداتا عندنا، نضغط على خيار import. طبعا هذه صيغ او هذه صيغه الملفات اللي غالبا نحصل عليها من المستشفيات بعد اي فحص. فالصيغه ليست دايكم فعليه اللي نستطيع نفتحها ونتعامل معها. الصيغه هذه خاصه ببرامج الفيجواليزيشن تبع المستشفى اللي تيجي في نفس السي دي. ففي هذه الحاله احنا حنطلع وان ستيب باك للملف اللي يحتوي على جميع الملفات، حنختار Open. طبعاً كنصيحة ودية، الأفضل إنه يتم اختيار Copy Links وليس Copy Files، على أساس نحاول نحافظ على مساحة التخزين في الجهاز وأيضاً ما يثقل الجهاز عندنا مع الوقت. فالداتا already موجودة، فما راح أسوي لها Copy. طبعاً حنسوي Copy حتاخذ وقت على بال ما تحمل الداتا، فالداتا موجودة. الآن في حالة إنه نبغى نسوي export للداتا إلى دايكوم، في خيار إنه يتم تظليل جميع ال subjects باختيار اللي هو الضغط على زر shift مع الكليك، لكن ما راح أضغطها حالياً لأنه فيه بيانات مرضى. بمجرد أن أضغط حيفتح لي جميع الملفات، أو بالأصح حيفتح لي ال report file. فحنبقى على البيشنت هذا ونفترض أننا ضغطنا shift مع جميع الملفات، صارت كلها highlighted blue. right click export، حيكون دايكوم ثاني خيار وليس الأول، لأن الأول خاص بالإكسبورت الدايكوم على الـ packs system. في هذه الحالة إحنا نبغى نسوي export locally، فنقول export اللي هو دايكوم files. في هذه الحالة حيكون اللوكيشن اللي يصير في الإكسبورت نستطيع نختاره من الheading، ومجموعة الخيارات اللي موجودة هنا نستطيع أن نبقي الفولدر نيم، سواء أو نخلي الفولدر نيم هو البيشنت نيم أو الستدي نيم نمبر أو الستدي نيم عندنا سيريال نيم والسيريال نمبر. ففي هذه الحالة حنختار الطريقة هذه. حيطلع لنا بار في اليسار هنا يبين لنا كمية الداتا اللي خلصت وانتهت. طبعا في هذه الحالة احنا اخترنا one data set، فالترانسفير أو الconversion كان سريع. لو نروح للبرنامج حنلاقي هذه الداتا اللي تجينا من المستشفى، لما نحاول نفتحها ما حتظهر انها تفتح، لكن لما نروح للملف اللي جانا لاحقا مثلا حنحصل دايكون فايلز والاميجز حتكون تبدا تظهر معنا.
حاليا وحولنا الداتا الى دايكون. النكست ستيب حتكون انه نحول الدايكون ايمجز هذه الى نفتي على اساس نستطيع نستفيد منها. طريقة التحويل زي ما ذكرنا سابقا انه برنامج الماي باث. البرنامج بكل بساطة يعتبر البار العلوي مع البار السفلي للديبوغز إذا فيه أي مشاكل أو في حاجة حتظهر هنا. عشان نفتح الداتا حنروح لفايل open image from disk وحنتجه للملف اللي يحوي الداتا. PTI Workshop. Patient. نفرض على سبيل المثال أن نحتاج الداتا هذه. طبعا في خيار الداتا الآن بصيغة DICOM DCM. في خيار في نفس البرنامج أنه Open as Multi-File. هذه لازم تكون تيك على أساس نضمن أنه يفتح الصور اللي بنفس السيريال بنفس الاسم ولها نفس التسلسل. فهتكون الداتا عندنا موجودة. طبعا هذه داتا ليست DWI image, data structural image. فهذا بس مثال توضيحي كيف نفتح الداتا. ولاحقا الإكسبورت للداتا حيكون, خلينا نفتح الداتا فعليا. هذه الداتا اللي استخدمناها في التحليل. طبعا الداتا هيوج شويه فتحتاج بعض الوقت عشان تفتح. طيب لو نلاحظ هذه الداتا عندنا. طبعا الخيار اللي ضغطته الان هو بس عشان adjust the window and level على اساس يعطيني الـ appearance واضح للايمجز. في هذه الحاله لو بغينا نكبر الصوره عندنا خيار التكبير او التصغير او خيار البرسنتج او التكبير اللي احنا نبغاه. هنا بيكون اسهل في ان نكبر. لو نلاحظ البار العلوي حيكون للسلايسز بخلاف البار السفلي حيكون للفوليومز اللي حتكون هنا بي 0 بي 0 بي 0 followed by اللي هو البي الديفيوجن ويتد ايمج او البي فاليوز اللي مستخدمينها في البروتوكول. ف أهم نقطة الآن اللي نبغى نسويها اللي هو نبغى نحول الداتا من
الدايكم الى نفتي. فنروح لليوتيلايز ال 4D volume tool. عندنا convert ال 4D to single 3D. حنعيدها معلش. Utilize لا معلش الداتا already converted في هذه الحالة بعد ما نتأكد ان الصورة تمام. راح ناخذ save image as, نحول الصيغة من DCN إلى NII, نعيد تسميتها الاسم يكون أسهل اللي هي مثلا DWI. في هذه الحالة لما نقول save يعطيني خيار أنه هل تبغى تسيف الداتا separate files اللي مثلا من الفوليوم واحد إلى الفوليوم رقم كذا في فولدر معين, او تبغى الهول سيت كامله. حنبقى او حنخلي الديفولت سيت اللي هو تشوز رينج كامل من 0 الى 152. طبعا عندنا الان حاليا 152 فوليوم, ما راح يسوي شيء في الـ في الـ في الستب هذه. اوكي لو نرجع للداتا حنحصلها تحولت الى دي دبليو اي. بهذه الحالة كون انتهينا من تحويل الداتا من دايكوم إلى NFT. طبعا نصيحة ودية, برنامج سايركس يفضل أن يتم إغلاقه بعد الانتهاء منه, لأنه برنامج يعني الـ Energy Consumption حقه عادي جدا, والبطارية عمرها الافتراضي راح يخلص في وقت قياسي. حاليا لأني قفلت البرنامج فنازلة, بس لو تشوفوا البيكس كيف جاية أثناء ما كنا نستخدم البرنامج, والوضع العادي حتكون أو في الوضع الطبيعي الـ Energy Impact حيكون قليل. طيب بما أننا شيكنا على الداتا, أو بالأصح ما خلصنا تشيك الداتا, نحتاج الآن نتأكد إنه الإيمج سيريس أو الإيمج فوليومز تتماشى أو تتطابق مع البي فاليو والبي فيكتورز. فبهذه الطريقة نستطيع عن طريق برنامج الـ FSL Eyes التأكد من النقطة هذه. طبعاً في التيرمينال لو كنا متواجدين في نفس الفولدر اللي هو DCI Workshop, الخيار الـ S اللي هو List يعطينا جميع الملفات المتواجدة في هذا الملف أو في هذا الدايركتوري. طبعاً حالياً الداتا اللي حولناها اللي هي DWI, فلما أفتح الداتا في خيار اسمه FSLI ونكتب اسم الداتا اللي هي DWI وعملت AND على أساس نضمن أن الترمينال يبقى available ونقدر نستخدمه في الـ Next
step أو next processing step. في هذه الحالة الآن فتحت الـ images، نستطيع نغير threshold أو الـ contrast والـ brightness أساس تتضح معانا. خلينا نخليها 1000. في هذه الحالة الآن عندنا الـ images، أو خلينا نتكلم عن البرنامج بصفة عامة. البرنامج عبارة عن visualization tool لصور الأشعة أو أي صور حتى ملونة. فكرة البرنامج إنه عندنا الـ window اللي نشوف فيها الـ images بـ different slice position، عندنا نستطيع أن نلغي أو نضيف أي position. عندنا الصور غالبا حتكون في الريجن هذه في الاوفرلاي ليست. اللوكيشن حيعطينا الاكس الاكس واي وزد لوكيشن او الفوكسل لوكيشن في الناحيه هذه. الاخيره هذه الفوليوم، هذا عباره عن عدد الصور او الفوليومز الموجوده لنفس السلايس. في حاله الديفيوجن احنا نتعامل مع 4D داتا وليس 3D، فهي ثلاثية الأبعاد X, Y, Z بالإضافة إلى Time Frame. فعندنا في الحالة هذه الصورة الأولى، طبعاً لا ننسى أنه قيمة 0 هي تعتبر قيمة في الـ FSL، فـ 0 هي صورة، فـ 0, 1, 2 هذه عندنا ثلاثة صور للـ B0 Images. لما نروح للفوليوم الثالث حيصير في Drop في Signal، هنا طبقنا أو استخدمنا diffusion weighted أو diffusion sensitized gradient. في هذه الحالة لو نغير ال contrast إلى مثلاً 400 على سبيل المثال، حتبدأ تبين معنا ال images. نستطيع نمشي في ال volumes ونشوف إذا في شيء missing أو في شيء خطأ في الصورة أو في any artifact واضح بناء عليها نستطيع أن نقرر what is the next step أو إيش راح تسوي لاحقاً. في طريقة أسهل من أن نمشي manual، شغل الفيديو مود وراح يأخذنا خلال الصور كاملة، ونستطيع نشوف كمية التغير في السيجنال أو signal attenuation للإيميجز. طبعاً زي ما إحنا ملاحظين إنه عندنا البرين تيشو والسكال بلس الباك جراوند. طبعا هذه الاشياء راح نلغيها النكست ستيب على اساس نضمن انه السيجنال او البروسيسنج اللي احنا شغالين عليه على التيشو برين تيشو فقط. هذا مبدئيا كيف نتاكد من الداتا. طبعا ترتيب الداتا لو نرجع للفوليوم 0، هذه بي 0 ما فيها اي سنسيتايزد او ما فيها اي جريدينت ديفيوجن جريدينت. اكبر مثال خلونا نقول نحطها مثلاً 5000. عندنا السيجنال هنا عالية اللي هو هذه الـ value تبع الفوكسل اللي هو 687. لو نمشي في 3 volumes حتبقى مقاربة لهذه القيم أو في الرينج تبعها. لما ننتقل للبي value حنكون في drop عالي جداً، ولما نمشي في volumes حنكتشف أنه يتم تغير الـ volumes أو الـ values لكل voxel. في هذه الحالة لما نروح لآخر volume، طبعاً اللي جالس نسوي حالياً إما أن ننتقل عن طريق السهم أو عن طريق السهم العلوي في الكيبورد. آخر قيمة 152، معناته عندنا حالياً 153 value أو volume للإيميجز. طبعاً زي ما اتفقنا أول ما فتحنا برنامج إنه القيمة 0 تعتبر قيمة فعلية، ف 152 plus القيمة 0 تصير 153 volume. ال 153 volumes هذه فيها 3 volumes ال B values تبعها 0، بقية ال volumes فيها B vector أو sorry فيها B value. طبعا حاليا الخيارات الاخرى او الملفات الاخرى اللي نحتاجها البي فاليو والبي فيكتور. طبعا هذه الملفات تعتبر تكست فايل يكون فيها البي فاليو
زي ما اتفقنا انه فيه عندنا الفوليوم الاولى، الثانيه، الثالثه اللي هي بي 0، قيمه البي فاليو 0، القيم الثانيه بالقيم المستخدمه في الجهاز. في حالتنا احنا مستخدمين 2800 القيمه تبع البي فاليو. لو نتاكد من العدد حنكتشف انه عدد القيم هذه اللي هو حتكون 150 قيمة بلس 3B زيروز اللي هي 153. عشان نتأكد طريقة سريعة وبسيطة، سوي لها كوبي، روح للإكسل، أو في طريقة أخرى لأن هنا space نسوي replace للspace. أنا إيش سويت الآن؟ سويت copy بس space وعملت بحث، وأسوي replacement مثلاً ب real space، أو خلينا نحطها comma فاصلة done. معلش replace all save. نستطيع في الإكسل import text file اللهم صل على محمد البيفال، نقول get data next، خلي اللي هو التقسيم الأرقام على السيلز بناء على الكومة next finish. حنبدأ من الفيرست سيل. الآن لو نحدد جميع القيم حنكتشف إنه total count 153. في حالة إنه نبغى نتأكد مرة ثانية من إنه كم قيم البي فاليو 150 بلس 3 اللي هي زيروز. طبعا القيم هذه نحتاجها بدون فواصل، فحنرجع كنترول زد على اساس نبقي الفايل في حالته الاساسيه. البي فيكتور حيكون عندنا طريقه تقسيم الفايل. لو اسحب الملف هنا حيتضح لنا انه الفيرست لاين او الفيرست row حيكون ال x direction، ال second row ال y direction، ال third row اللي هو ال z direction. أيضا نستطيع نتأكد من القيم أنها فعلا 153 بنفس الطريقة بوضع فواصل بين الأرقام، و import the data في ال PowerPoint أو في الإكسل معليش، على أساس نتأكد من أن ال count عندنا 153. طبعا من فين نحصل على الداتا هذه؟ من نفس الاوبريتر اللي على الجهاز. غالبا لما نسوي اكسبورت للداتا somehow you need to figure out how to get it from the operator. اما انه يكون في طريقه للاكسبورت لهذه الداتا، او في برامج اتوقع في برامج خارجيه تستطيع ان تزودنا بهذه الارقام للداتا. لا تحضرني حاليا، لكن في حالة انه لم تعطى القيم هذه ممكن نشوف طريقتها، بس هذه حاليا القيم موجودة عندي. فحستخدم البي فيكتور والبي فاليوز، او حجهز الملفات هذه بناء على الطريقة هذه. طبعا حيكون فقط السبيسينج بين الارقام سبيس عادي. الان بناء على، خلينا نرجع فوق، بناء على الطلبات عندنا الصور بصيغة الـ NII، عندنا الـ B-Value والـ B-Vectors، متبقي لنا الماسك. الماسك في طرق كثيرة جدا اللي هي next اللي هي step 2، إما أن نستخدم برنامج الـ ITKSnap وهو من البرامج البسيطة في عمل الماسك، وحتى يعتبر semi automatic في أنه يرسم لنا الـ ROI أو الماسك على البرين. طبعا نستطيع استخدامه على الـ Diffusion Weighted Images
أو إذا أنه عندنا الـ T1 images لنفس البيشنت نستطيع نستخدم الكوماند bit2 أو نستخدم الـ FSL في الخيار الـ bit2 حنتطرق عليها الآن. فالآن على سبيل المثال لو فتحنا برنامج الـ FSL اتجهنا للخيار التالي اللي هو الـ BitBrain Extraction، حيفتحنا الويندو الثانية. الـ Input Image حنختار فيها الـ Image الـ Structural Image، فعندنا حالياً عندنا الصورة هذه مثلاً على سبيل المثال، هذه الـ gradient echo 3D gradient echo sequence، والـ output حقها حيكون the same. نقدر نغير اسمه مثلاً اللي هو brain mask، واستخدمنا في هذه الحالة اللي هو الـ threshold اللي هو 0.5. طبعا فيه مجموعه خيارات اخرى، احنا حناخذ اللي هو البت 2. الادفانسد تول او الادفانسد اوبشنز حيكون الاوتبوت هو البرين اكستراكتد ايمج. طبعا في خيار اخر ما يفضل ان نعلم عليه اللي هو الباينري ماسك output binary brain mask image، اللي هو حيكون عندنا الماسك اللي هو عبارة عن الـ 0 1s اللي هو فقط أبيض وأسود، على أساس نضمن إنه الـ region اللي نبغاها حتكون على الـ brain ولاحقاً نستطيع أن نستخدمها في الـ processing. فالـ 0.5 على سبيل المثال نستطيع أن نسويها من 0.2 إلى 0.5 ونجرب حتى نكتشف الـ value الـ optimal للـ السبجكت اللي عندنا. لما نضغط go حيبدا البروسيسنج في الاكستراكشن. بنهايه الاكستراكشن حيعطينا الكوماند او يعطينا الفينيش. نتجه لل FSL eyes سواء بكتابتها على التيرمينال او بالضغط على نفس برنامج ال FSL الاخر خيار. طبعا ال FSL eyes إيش فكرة البرنامج؟ هو Visualization. حنضيف الصورة اللي هذه الصورة الأساسية. معلش هذه الصورة الأساسية. Open. حنضيف لها الصورة الأخرى اللي هي Brain Mask. For example, 0.2. الآن الصورة اللي already masked نغير لونها على أساس نستطيع نعرف الباوندريز من فين إلى فين، ونعدل في الانتنسيتي للمين إيمج. بهذا نضمن إنه نتأكد هل إحنا مغطين جميع التشو أو لا. طبعا حيكون فيه شوية الماسك حيكون أكبر شوية بناء على الداتا. طبعا هذه الجريدينت إذا كانت T1 غالبا بيكون more accurate. فعلى سبيل المثال اعتمدنا الماسك هذا حيكون معنا الخيار الآخر اللي هو الماسك إيمج في حالة الـ 0.2 عندنا اللي هو إما الصورة هذه أو في حالة الماسك حيكون الماسك هذا، معلش لأن الصورة الأخيرة سميناها برين ماسك. طبعا هذه أنا جربتها قبل شوي بس للتأكيد. فالبرين ماسك هذه الإيمج وهذه الماسك الفعلي. أنا أوريدي جهزت الماسك مسبقا، فراح نلغي جميع الماسكات المستخدمة. فحاليا عندنا الـ DWI إيمج وعندنا الـ B vector والـ B values وأيضاً الماسك.
الآن انتهينا من النقطة الأولى اللي هو تأكدنا من الداتا وترتيبها، والنقطة الثانية أنشأنا الماسك، النقطة الثالثة اللي هي حتكون denoising عن طريق استخدام الكوماند dwi denoise من وهو جزء أو أحد الكوماندات المستخدمة من برنامج MRTrix 3. طبعا فائدة denoising process إنه نضمن إنه نزيل النويز الموجودة اللي في الصورة، سواء سببها كانت السكانر زي الثيرمال نويز، سوري السكانر زي الفايبريشن او منشأ النويز هذه من الثيرمال نويز من البيشنت همسل. ايضا بعد الدي نويزنج راح نتطرق لجميع النقاط هذه لانها تكون بروسيس وراء بعض. نبدا بالدي نويزنج، نقلل كميه النويز، نتاكد من ان النويز او من ان الدينويزنج بروسيس اشتغل صح باستخلاص او باستخراج النويز فايل او النويز كفايل ايمج، ونسوي سبتراكشن من المين ايمج ونشوف هل في اختلاف او لا. هذه النقطه الاولى، وحنتطرق لايش او الاهم نقطه لازم نتاكد فيها من الدينويزنج بروسيس. بعدها حيجينا الموشن كوركشن على أساس نضمن في حالة إنه أي موشن حدث للبيشنت، سواء الحركة الإرادية أو بسبب اللهم صل على محمد اللي هو susceptibility induced distortion اللي هي الرابينج artifact، أو عندنا الإيدي كارنت بسبب التغير السريع في الماجنتيك في الجريدينت switching gradient. لاحقا حنعمل البايس فيلد كوركشن على اساس نضمن انه السيجنال هوموجينيوس. اخيرا راح نسوي ان شاء الله الدي تي اي اناليسيس، فنبدا باذن الله بالدينويزنج. كوماندها بسيط اللي حيكون دي دبليو اي، طبعا من الان وصاعدا حيكون الشغل غالبا على التيرمينال، فاتوقع لاحقا الشباب راح يزودونكم بال السوفتويرز او راح نزودكم بالسوفتويرز اللي تحتاجوها وطريقه الانستليشن، ولاحقا حتستخدموا الكوماندات او راح نزودكم ايضا بالكوماندات. فالدي دبليو اي دينويز طبعا قبل ما نستخدم DWI denoise معذرة، الداتا الآن بصيغة اللي هو نفتي، الصيغة اللي يتعامل معها البرنامج MRTrix اللي هي MIF التحليلات، فحنضطر نغير الداتا من النفتي إلى MIF. الكوماند المستخدم حيكون MR convert DWI image تبعنا الأساسية ونحولها إلى DWI بتغيير الصيغة إلى MIF. الآن تغيرت الصيغة، طبعاً زي ما إحنا نلاحظ إنه أعطانا number 2 number 3 done. هذه البرامج اللي كانت مفتوحة أثناء الـ commands اللي كنا شغالين عليها على البرامج اللي كانت موجودة، بمجرد إن أغلقناها حيعطينا إنها done، معناتها إنها أغلقت. الآن لما نحط list نلاحظ انه عندنا DWI الأساسية اللي هي NII النفتي، والصيغة الأخرى الـ MIF اللي راح نستخدمها في الـ process. طبعا صيغة الـ MIF تحتاج اننا نضيف عليها او انها تقبل إضافة الـ B-values والـ B-vectors على نفس الصيغة، بخلاف النفتي. النفتي اللي هي الصور فقط تكون الـ B-value B-vectors outside the image. الـ MIF تقبل إضافة القيم هذه عليها، فطريقة إضافتها حتكون MR convert نفس الكوماند again DWIF MIF. حيكون الـ input، هذا الـ input الـ output لكن حنغير الـ output إلى DWI2 MIF
الآن نعطيه الأمر أنه أضيف لنا الـ B vector والـ B values gradients تبع الـ FSL على الـ MIF format. فحيكون الـ command اللي هو dash اللي هو FSL grad الـ B val والـ B vec dot text. Default files must contain one row. يفترض أن يكون الـ bvec first بعدين الـ bval. فعلا فالترتيب حيكون fsl grad نكبر هذه شوي الترتيب كالآتي حيكون MR convert الصورة اللي حولناها من الأساس إلى الصورة الأوتبوت الجديدة اللي نبغاها الـ FSL grads اللي هو الـ B vector أولا بعدين الـ B values الآن تم دمج الـ B vector و B values مع الـ DWI to MIF الـ next step اللي حتكون الـ DWI denoise DWI denoise minus noise حنطلب من السوفتوير انه حنطلب من السوفتوير انه خزن لي النويز على الملف التالي noise.mif من الملف اللي هو dwi2 واعطيني الاوتبوت من البروسيس هذا اللي هو dwi لكن حنضيف denoise راح تبقى الصورة أو حتبقى الصيغة اللي هي mif again طبعا الآن بعد ما انتهى الـ denoising واللي أخذ تقريبا قرابة 15 دقيقة حنقوم نتأكد من كمية الداتا اللي تم تنظيفها من الصورة الأساسية وطبعا الطريقة كالآتي نغير الصورة من صيغتها الـ MIF إلى صيغة الـ NII اللي هي حتكون الـ Noise كمية الـ Noise بالإضافة للصورة الأساسية أو الصورة Denoised معلش بعدين بعد ما نحول صيغتها إلى نفتي حنسوي Subtraction نطرح الـ الصورة اللي هي denoised من ال DWI على أساس نتأكد من ال residual ال signal المتبقية ونشوف إيش اللي ممكن نستنتجه من الصورة هذه. فأول طريقة حنقول MR convert MR convert ال DWI to denoised حولها إلى DWI to denoised لكن حنغير الصيغة إلى MII الآن تحولت إلى نفتي حاليا حنطلب من البرنامج اللي هو MRCLAC اللي هي MR calculate MR calculate اللي هو DWI الأساسية DWI to denoised NII حنطلب ال command أو ال mathematical equation حتكون minus subtract وال output حقنا حيكون اللي هو residual.nii الآن حاليا حنفتح صورة residual السيجنال المتبقية من الـ denoising FSL eyes باستخدام الـ FSL eyes
الآن أهم نقطة في هذا الستيب أو في هذا الستيب أنه نتأكد من الصورة الظاهرة أمامنا. في حالة أنه لو عرضت الصورة هذه على شخص غير ملم بالأناتومي تبع البرين، ما استطاع أنه يفرق أو ما استطاع أنه يحدد أنه هذه صورة للبرين، معناته الدينويزيك عندنا تمام. في حالة أنه كان واضح الفنتريكولز، واضح ديتيلز كثيرة من البرين، معناته الدينويزينج ما اشتغل صح، او انه الداتا فيها كميه نويز كبيره جدا. فلما نشغل الفيديو مود زي ما احنا ملاحظين انه جميع الفوليومز ما فيه اي فوليوم منها جالس يعطيني سبيسيفيك ديتيلز او ديتيلز واضحه انه صور اللي امامي برين حتى اخر فوليوم. بهذا الطريقة نكتشف أو نستطيع أن نحكم أنه الدينويزينج كان الدينويزينج خلينا نقول ممتاز. طيب انتهينا الآن من الدينويزينج. فيه ستيب بسيطة وهي أوبشنال وأنا أفضل أنه يتم عملها، اللي هو الجيبس أرتيفاكت، اللي هو الكوماند كالآتي: mr mrd gibbs. طبعا الجيبس ارتيفاكت غالبا يكون متزامن مع الديفيوجن داتا. هذا الخيار اوبشنال، افضل انه الجميع يحرصون على القيام بهذا الستيب. طبعا طريقتها نحن نستخدم الـ DWI denoise data الأوتبوت من الـ last process. راح نستخدم الـ MIF لأن الكوماند هذا جزء من الـ MR text 3. حيكون الـ denoised image والأوتبوت حقنا حيكون DWI to denoised MF. هنضيف ايضا هنا على اساس نعرف اللي هو رينيمينج للفولدر او للفايل، ونسميه اللي هو الجبس على سبيل المثال. طبعا هو بروسيس سريع ف الافضل انه يتم عمله. طبعا بعد الجبس ارتيفاكت هنا يفضل بعد أي ستيب أو هذه النقطة اللي أنا طحت فيها، الخطأ اللي طحت فيه، إنه بعد أي ستيب يجب أن نتأكد من الصور ونفتح الصورة باستخدام FSLIs على أساس نتأكد إنه ما فيه الـ error أو مشكلة كبيرة حاصلة في الصورة، سواء بعض الكوماند لما يصير لها run تسبب انه يكون في الداتا gap او تعطي value of zero لبعض الفوكسلز. فيفضل انه نتأكد نظرة سريعة، لمحة سريعة على الداتا حتى نتأكد انه كل شيء تمام. FSLIs على سبيل المثال ادخل على الداتا الاخيرة اللي هو DWI2 denoising الجبس. طبعا في حالة الـ MIF FSLIs ما راح يشتغل معنا. الكوماند للفيوينج المخصص بالـ MRTX اللي هو MRView، فلو ناخذ لفة سريعة على الداتا تقريبا كل شيء تمام. بعد الجيبس دينويزينج او الجيبس ارتيفاكت حندخل على الاهم ستيب اللي هي اللهم صل على محمد، اللي هي الموشن كوركشن. الموشن كوركشن يعتبر من اهم الكوماندز او من اهم الستيبز او البري بروسيسنج ستيبز اللي يجب عملها للديفيوجن او الدي دبليو اي داتا. السبب انه الداتا غالبا اما انها تكون سفر للسستيبيليتي ديستورشن، وهذا ديستورشن حيكون واضح امامنا على سبيل المثال
شيء مشابه للي شايفينه الآن، فحيكون فيه distortion أو susceptibility artifact تأثر لنا على السيجنال لأجزاء من البرين وغالباً الفرونتال لوب. الحالة هذه حناخذها in details كيف أنه يتم إصلاحها أو كيف يتم أنها fixed. الحاجة الثانية اللي هو الانترال فوليوم موفمنت كوركشن، إذا كان فيه الارتيفاكت مصدرها من داخل البرين بسبب الموشن البريثينج شو اسمه البلود فلو أو السي سي بولسيشن على سبيل المثال، أو عندنا الاوتلاير ريبليسمنت نستطيع نحلها أو نلغي المشكلة هذه من الداتا وما نضطر إنه نرجع نصور البيشنت مرة أخرى. في حالة الرابينج ارتيفاكت ما راح أتطرق عليها كثير، بس حأعطي شرح راح أعطي شرح بسيط كيف إنه فكرة البروسيس. الكوماند اللي حنستخدمه الآن اللي هو DWI FSL pre-proc pre-processing يساعدنا في إنه يصلح susceptibility distortion هذا عن طريق إنه لما يكون عندنا اللهم صل على محمد المين أو البرينسيبل أو البرايمري الفيس إنكودينج دايركشن نحتاج للريفيرس إنكودينج زي ما إحنا شايفين في الصورة. فإذا كان عندنا البرايمري اللي هو الأنتيريور بوستيريور نحتاج at least one volume PA اللي هو العكس. ففي حالة إنه لو التكنيشن اللي جالس على الجهاز كان يصور طلع له الارتيفاكت زي ما إحنا ظاهر في اليسار الشاشة، يفضل إنه يأخذ only at least only one reverse B0 image، وعلى ضوءها سيتم حل المشكلة هذه عن طريق الجزء من command يسمى top up اللي هو يقيس ال distortion between two volumes ويعطيني تقريبا ال average لل ال brain volume الفعلي الحقيقي، وتنتهي المشكلة هذه بحل إن الصورة ترجع مرة ثانية من غير إعادة التصوير وإعادة أو تغيير الفيلد فيو وهذا مجرد. هذه الستيب ما راح نتطرق لها، لكن حأوريكم الكوماند اللي يتم عمله. الكوماند اللي راح يستخدم حيكون اللي هو DWI FSL pre-proc. الانبوت عندنا حيكون اللي هو الآخر صورة تم عمل البروسيس عليها اللي هو denoised GIPS artifact. الاوتبوت حنسميه DWI pre-proc على سبيل المثال. الخيار من ضمن options اللي حتكون موجودة اللي هو no cleanup، بمعنى انه اترك جميع الـ steps او جميع البروسيسنج اللي او temporary data اللي راح تشتغل عليها في separate folder. عندنا الـ PE direction او ال primary encoding direction عندنا في الداتا تبعنا حتكون posterior to anterior. هذه الاوبشن لازم كل لازم تكون عند عندكم خلفيه عنها انه كيف تم تصوير ال primary encoding direction. في حاله انه زي عندنا الان حاليا ما عندنا اللي هو ال reverse face encoding عندنا none، و الايديو اوبشنز اللي راح ما راح اللي نستخدمها احنا راح نعطل اللي هو الاس ال ام اللي هو السكند ليفل موديل ميثود، وحيتم الاكتفاء بالايديو كوركشن تبع البرنامج. السبب في اننا الغينا الشيء هذا حسب ريكومنديشنز تبع الديفلوبرز انه اذا عندك اكثر من 60 دايركشنز فما تحتاج للسكند ليفل موديل. ففي حالتنا عندنا 150 direction. فلما نبدأ رن للكوماند الكوماند غالبا حياخذ لا يقل عن اللهم صل على محمد عن ساعتين إلى ثلاث ساعات حسب مواصفات الجهاز. طبعا الساعتين حسب recommendation بال 8 cores iMac. أنا حكنسل الكوماند اللي هو باستخدام command أو control Z. الآن ألغيت الكوماند لأني أنا أريد حلت الداتا مسبقاً. فالخطوة هذه الآن بنهاية الخطوة هذه إحنا
خلصنا تقريبا 90% من الداتا اذا ما كانت او من البري بروسيسنج ستيبس اذا ما كانت 100%. النكست ستيب حتكون البايس كوركشن، الاخر خطوه حتكون اوبشنال في حاله، طبعا اوبشنال في حاله انك ما راح او ما راح تسوي اللي هو الريجستريشن لاحقا، لكن يفضل انها تعمل في حاله انه حيكمل البروجكت في ريجستريشن على ايميجز ثانيه. فالخطوه الاخيره بسيطه جدا. طبعا قبلها خلونا نفتح الصوره. طبعا الصوره عندنا بصيغه MIF، ف MR view هو اللي راح يفتحها، اللي هو DWI to prepos. معلش سوري، الداتا في ملف اخر. MR view DWI to prepos.nif. حنلاحظ انه الداتا ما في اي تغير في الايمجز. طبعا يفضل، انا قلت ما في تغير لانه انا شغال على الداتا لي فتره، لكن يفضل انه نسوي لها اوفرلاي مع الداتا الاصليه. فحنفتح الداتا الاصليه اللي هي DWI. هذه الأوريجينال داتا. فلما نشيك على الداتا غالبا overlap، so far processing أو pre-processing steps work just fine. والأخير الآن راح تكون اللي هو bias correction، اللي نقطة ال bias correction حنستخدم ال command اللي هو DWI bias correct. ف DWI bias correct حنطلب من السوفتوير انه استخدم لي برنامج الانت اللي هو انا الادفانسد نورماليزيشن تولز، عن طريق او باستخدام البي فاليوز والبي فيكتورز. طبعا هذا الكوماند اللي هو باستخدام البي فاليوز والبي فيكتورز، عن طريق استخدام الماسك المعين على البرين للصوره اللي تم تحليلها بالبري بروسيسنج. الاخر صوره طلعت معانا بعد اللي هو اللهم صل على محمد، بعد الدينويزنج والموشن كوركشن هنسوي الان البايس للصوره اللي صار لها دينويزنج باي الموشن كوركشن، واعطيني الاوتبوت اللي هو هنسميه بايس. طبعا انا افضل دائما انه الاسماء تبقى زي ما تقولوا المتتاليه، نفس الاسم، اللهم نزود عليه ايش الستيب الجديده اللي اضفناها على اساس ما ندخل في الاشكاليه الميكسينج بين ذا فايلز ونحل الداتا مكان داتا. فحاليا لو اشغل رن البروتوكول او الكوماند راح ياخذ ايضا تقريبا قرابه الساعه تقريبا، اذا هو اقل ممكن اقل من ممكن نص ساعه تقريبا، ما اذكر بالضبط كم اخذ وقت، لكن ما راح نسوي رن الان لانه حيخرب الخرب الداتا اللي موجوده اوريدي. طبعا بهذه الخطوه الان نستطيع ان نحلل الداتا اللي هي اوريدي صار لها دينويزنج، ونرجع للخطوات صار لها دينويزنج وموشن كوركشن مع بايس فيلد كوركشن. نستطيع ان نحلل الان الدي تي اي اناليسيس باستخدام الاف اس ال او الكوماند دي تي اي فيت. طبعا at this stage الداتا هذه قابلة لأنها تحلل DTI أو تراكتوغرافي أو أي نوع من تحليلات الداتا،
هذه الـ pre-processing steps كفيلة بأنها تنظف الداتا وتعطي reliable results اللي نقدر نعتمد عليها ونستخدمها للأغراض البحثية. طبعاً الكوماند الأخير راح يكون DTI fit، طريقة استخدام الكوماند. لو نكتب بس DTI fit لوحدها، نجرب DTI fit ونضغط Enter، حيعطينا الـ usage حق الكوماند، فحيقول لنا DTI fit minus k الفايل name معلش. فعندنا الكومبالسوري الارجومنتس حتكون نحتاج للماينس كي اللي هي followed by الداتا حقتنا اللي هو DTI data file، الماينس او او ماينس ماينس اوت اللي حيكون output base name، الماينس ام اللي هو البيت باينري ماسك اللي هو الماسك اللي استخدمناه من اول، ماينس ار البي فيكتورز، والماينس بي اللي هي البي values. فحاليا هذا الكوماند DTI fit minus k input حقنا اللي هي diffusion weighted image 2 اللي هي لما حولناها الى MIF واضفنا، طبعا كانت DWIMF، حولنا DWIMF الى DWI2MF على اساس ندمج معاها البي فيكتور والبي values عشان نقدر نستطيع نستخدمها في او مع برنامج MRTrix 3. طبعا اجرينا جميع البروسيسنج عليها الى ان وصلنا الى DWI2 pre processing، بعدها استخدمنا الانتس عشان البايس كوركشن. الداتا هذه حتكون الانبوت للبروسيسنج حق DTI الماينس او اللي هو DTI fit، الاسم الملف نقدر نسميه اي اسم، انا افضل اسميه DTI fit اللي هو هذا المخرج حق الكوماند DTI fit اللي عندنا هنا في البدايه. فحيكون output DTI fit، الـ M حنستخدم الماسك بالـ NII، طبعاً بسبب إنه DTI fit هذا software تبع الـ FSL فنحتاج نستخدم جميع الصيغ بـ NII. حنستخدم الماسك، الـ minus R حيكون الـ B vector، والـ minus B اللي هو الـ B values بناءً على الـ argument اللي موجودة في نفس الـ command. بمجرد ما ضغط انتر البروسيس ما حياخذ وقت طويل، السوفت وير سريع. والان حاليا لما ندخل على الداتا هنحصل، طبعا في مجموعه داتا انا محللها اوريدي ايرليير على اساس بس اجرب واتاكد انه السيكونس شغال صح. حاليا لما نجرب نفتح الداتا نجرب نفتح الداتا حنقول FSLIs، حطلب السوفتوير انه يفتح لي الـ DTI fit الـ FA for now. هذه الآن صورة الـ FA، نعدل في الـ contrast 0.8 على سبيل المثال، هذه كونتراست حقت الفراكشنال انايزوتروبي. نستطيع نضيف عليها الايمجز الاخرى طبعا على اساس نتاكد انه الداتا اتحللت بشكل سليم. نحتاج اول حاجه نشيك على اللي هو ال v1 فايل، طبعا ال dti fit. الآن لو تلاحظون في عندي DTI fit، في DTI fit original، في DTI fit ed the vectors، هذه different اللي هو processing أو different analysis. ال analysis اللي سويناه الآن كان DTI fit only، والsoftware حيكمل ال outputs اللي موجودة اللي هي FA والL1 والL2 والL3 والMD والM0، وأيضا حيكون عندنا ال V1 والS note والV2 والV3. ال V1 mainly اللي هو ال ايجن فيكتور 1 اللي هو يمثل لنا ال AD او الاكسيال ديفيزيفيتي. لما افتح الصوره حتعطيني اللي هي الكلر كودد دايركشنز. انا حغير الصوره هذه من اللي هي الكلر كودد الى اللي 3D اللي 3 دايركشن فيكتور ايمج اللي حتكون لاينز بدل من ال RGB. الان لو نلاحظ عندنا الصوره، نضغط رايت كليك و
أسحب على الصورة حيعطيني زوم، حلغي الـ Other Views على أساس نبقى على الـ View هذا. نخفي الـ Crossing. الآن زي ما احنا ملاحظين أنه الـ Directions زي مثلاً الـ Corpus Callosum والـ Directions مع الـ White Matter Tracks متماشية 100% مع جميع التراكس. وأيضاً لو نمشي بين السلايدات هنكتشف أنه الـ Directions عندنا تمام. طبعاً في نقطة هنا مهمة، لما نسوي أو لما نعمل الـ Pre-Processing اللي هو الـ Motion Correction والـ اللهم صل على محمد اللي هي الـ Motion Correction اللي هو باستخدام اللي هو DWI FSL Pre-Proc، هنا نحتاج إنه نتأكد إننا نستخدم الـ Vectors الجديدة. طبعاً الـ Command تالي أو الـ DWI FSL Pre-Proc من ضمن الأوتبوتس تبعه اللي هو الـ Corrected B Vectors، فالـ Corrected B Vectors يتم تعديلها بناء على الـ Volumes اللي حتكون فيها الـ Motion Artifact أو عن طريق اللي أي شيء صار Fixed أثناء الـ Process. ففي الحالة هذه ما نعتمد على الـ B Vector الأساسي اللي بدأنا فيه، حنشتغل بالـ B Vector الرئيسي. لو نلاحظ هنا الآن راح أضيف صور تبع اللي هو الـ V1 للـ ADB Vectors الجديدة اللي هو بعد ما صار الـ AD Correction، وراح أضيف أيضاً الـ Original الـ Data اللي فيه الـ DTI اللي صار عليها بدون ما نستخدم اللي هو الداتا الأساسية الرو اللي أخذناها من المستشفى حولناها إلى نفتي واشتغلت على طول بالبروسيس اللي هو DTI fit على نفس الداتا بدون تغيير أي شيء، بدون denoising، بدون motion correction، بدون أي حاجة. حنلاحظ الآن الفرق بين الـ 3 data sets، نحولها إلى lines وأيضا إلى line. الآن الـ option اللي قدام الصورة اللي هي العين لما نضغط عليها حيسوي لها disable ما حتظهر معنا. طيب الآن الـ DTI اللي استخدمناها ما راح أقول اللي هي corrected B vectors. الـ corrected B vectors لما نفتح الـ corrected B vectors حنلاحظ بعض الاختلافات. زي ما احنا ملاحظين في ريجن تقريبا هنا، نلاحظ الريجن اللي هنا على سبيل المثال والتراكس وكيف انه التراكس اللي جايه هنا كيف حتتغير معنا. في slightly change لانه عندنا الداتا شبه نظيفه، يعني كان الكوركشن اللي صار عليها اللي هو الماينر كوركشن، ففي هالحالة ما عندنا التغير الجذري، بس احنا ملاحظين التو فوكسز هذه فيها تغير بسيط، ايضا مجموعة الفوكسز اللي هنا فيها ايضا تغير بسيط، بس انها ما زالت on the same track اللي هي خلينا نقول بأسلوب اخر او بكلمة اخرى improved. لما نروح لسلايس اخر، انا اذكر جربت على واحد السلايسات وكان فما حنلاحظ فرق كبير جدا بين الداتا اللي تم تحليلها واستخدمنا معاها البي فيكتور مقارنة بالأوريجينال داتا اللي ما سوينا لها أي أناليسز. فلو نلاحظ الداتا الأساسية حنلاحظ الفرق الشاسع في التراكس اللي تبدأ تبعد عن المين تراك الأساسي. لو نلاحظ هنا بعض الفوكسلز بدأت تشكل زي الكروسينج فايبر، وهو فعليا
هذا الـ 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 اللي هو corrected by vector مع ال corrected images، وهنا ال original images without any correction. فنلاحظ كمية ال distortion وكمية النويز أو كمية ال eddy current اللي سببتنا جميع المشاكل في ال fibers اللي موجودة هنا. فحاليا الداتا عندنا جاهزة لل measurements between the control and diseased groups. نستطيع أنه نرسم region of interest باستخدام ITK snap على سبيل المثال، نحدد منطقة معينة، نقرأ القراءات اللي موجودة داخل ال voxels. بالفعل ITK snap ما مرنا عليه، خلينا نروح على ITK snap نظرة سريعة. فعلى سبيل المثال لو فتحنا الصورة الحالية، نستطيع أنه نرسم إما مانيوال عن طريق البرش اللي موجودة هنا، ونصغر حجم البرش، نقدر نخليه only one view، نستطيع نحدد الريجن اللي نبغاها على سبيل المثال، نروح للسيجمنتيشن، volume and statistics، وهنا حيعطينا الانتنسيتي والمين، الانتنسيتي مين والستاندرد ديفيشن للليبل 1 اللي هو الاحمر. فعندنا الانتنسيتي 0.7 بلس اور ماينس 0.1. هذا السيناريو الاول. طبعا يوجد طرق كثيره جدا للسيجمنتيشن او لقياس الريجن معينه او مجموعه ريجنز، اما عن طريق المانوال دروينج او عن طريق اللي هو السيمي اوتوميتد segmentation أو 3D segmentation اللي هو باتجاه نذهب إلى ال threshold image ونحدد كمية threshold اللي نبغاه. لو بغينا مثلا نحسب اللي هو white matter كامل، هذه حتكون a little bit tricky، لكن في طرق كثيرة جدا. على سبيل المثال برنامج free server نستطيع أن نسوي upload لل high resolution أو structural images زي T1 images أو gradient echo images على software free server. صح يا حياخذ وقت طويل جدا، اللي هو تقريبا يوم أو يومين حسب مواصفات الجهاز، لكن في الأخير حيعطيني segmentation لل subject itself. نقدر نستخدم segmentation على نفس صور diffusion لأنها كل الايمجز aligned on the same space. في حالة انه كان في اي change نستطيع نعمل اللي هو الregistration باستخدام softwares ثانية او باستخدام commands موجودة في الـ FSL زي FSL orient او FSL ROI او اتوقع اللهم صل على محمد FSL register اذا ما خاب ظني. فممكن هذه تكون لها لقاءات سابقة باذن الله، لكن هذا حاليا اللي هو الطرق أو البري بروسيسنج ستيبس للـ DTI عشان نضمن إنه يكون عندنا داتا كلين ونعتمد عليها في النتائج. وهذا وصلى الله على سيدنا محمد، وأي أسئلة إحنا حاضرين. الله يعطيكم العافية.